السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد للربح من الإنترنت. إن شاء الله إخواني اليوم سأقوم بشرح طريقة جيدة للربح من الإنترنت الجميع يستطيع العمل بها بدون خبرة، فقط سنستغل بعض المواقع العالمية للربح منها. نقوم بإنشاء عمل طريقة إخواني وتركها، ومع الوقت ستأتيك الأرباح. فقط عند مشاهدة هذا الفيديو إخواني قم بعمل ما أقوم به واتركها للوقت وستأتيك الأرباح. وإن كان لديك أموال سأريك كيف ستربح بها في هذه الطريقة. قبل بدء الشرح إخواني أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. أيضا عودوا إلى القناة فيها فيديوهات رائعة، وكما تعودنا إخواني إن وضعت ديسلايك فقل لي لماذا، لكي نقوم بتحسين القناة. وأيضا التعاليق التي لا أعلم تكون غير لائقة أقوم بحذفها مباشرة. من يريد التعليق إخواني يعلق بشيء نستفيد منه جميعا، أو لا يعلق إخواني رأيه يدعه له، لا يضع التعاليق إخواني غير محترمة في القناة. نتوجه مباشرة إخواني إلى الشرح. أول شيء إخواني سأقوم بشرح لكم مواقع VPN. الكثير يتساءل كيف سنربح من الفي بي ان. هنا اخواني الربح من الفي بي ان من اقوى المشاريع في هذا المجال. لماذا اخواني؟ لان الفي بي ان عباره عن اشتراكات، هذه الاشتراكات تاخذ عليها عموله، وساريك كيف ذلك. اليوم ساشرح لك احسن 5 مواقع تقدم لك ارباح بالافيليات، يعني من تسجل بالرابط الخاص بك ستأخذ أرباح متجددة إخواني. يعني مثلا كل ما اشترك الشخص مثلا في الفي بي ان المعروف مثلا نورد في بي ان ويقوم بإعادة الاشتراك، أنت ستربح كل ما أعاد الاشتراك. يعني فقط إذا تسجل بالرابط الخاص بك ستأخذ عمولة 40% أو 60% من الاشتراك متجددة إلى أن يلغي الاشتراك. وهذه هي أفضل المواقع العالمية للربح من الفي بي ان، وسأريك الدليل أن الأشخاص تقوم بوضع أموال كبيرة لوضع إعلانات لهذه المواقع لكي تربح منها. مثلا إخواني شاهد هذا الموقع بير في بي ان. هنا قمت بالبحث على بير في بي ان في جوجل. شاهد إخواني إعلان بير في بي ان. تجد شاهد هذا الموقع، موقع نيمتشيب يعلن لموقع في بي ان ليكسب 40% من هذه الاشتراكات. شاهد الموقع الاصلي للنيم تشيب اعلان. شاهد اخواني اعلانات كثيره. ايضا مثلا هذا الموقع سترونج في بي ان، شاهد هذا الموقع يضع اعلان. ايضا توجد اعلانات كثيره لمدونات يقومون بوضع مقالات مراجعه لهذا الفي بي ان ويقومون بنشر الفي بي ان الخاص بهم. شاهد هنا موقع وهنا موقع، كل هذه المواقع تروج لرابط الافيليات. لماذا اخواني مدونه؟ لانها يضع مقاله ويتركها وهي تاتيه بمشاهدات طول العمر الى ان تحذف المشاركه الخاص بك. فالمشاركه تقوم فقط بتجديد التاريخ الخاص بها، وكلما تسجل قرأ هذه المقالة أو هذه الريفيو عن الفي بي ان وتسجل من رابط الأفلييت الخاص بك تحصل أنت على عمولة جيدة إخواني. هنا إخواني شاهد مثلا الموقع الأول الذي سأبدأ بشرح فيه. سأريكم طريقة للربح وكيف سنروج، فقط تابعني وسأريك طريقتين للترويج الروابط الأفلييت الخاص بك لهذه الفي بي انات. اول شيء اخواني الموقع الاول ايفا نيتش كما تشاهدون، هذا موقع خاص بالافيليت. هنا منذ شهرين كان الاشتراك ب 11.99، هنا الان الاشتراك ب 5 دولار في الشهر، وفي العام اخواني كان 143 اصبح 39 بتخفيض 73. يعني اخواني 39 سأريك كم ستأخذ منها إن اشترك في العام أو في الشهر، سأريك كل شيء. فقط تذهب إلى
تنزل إلى الأسفل لتشاهد رابط الأفلييت الخاص بك، تضغط على بارتنر. أنا لن أسجل إخواني في الموقع، فقط سأريك الطريقة وأنت قم بالعمل عليها. وضع الاستراتيجية كما أشرحها لك، وإن كنت تريد تطويرها فلا بأس إخواني. هنا عند الضغط على Become Affiliate شاهد، عند الضغط على Partner كم سنأخذ عمولة إخواني. هنا ستجد العمولة 35% على كل تسجيل، ويبقى إخواني التسجيل إلى غاية إلغاء الاشتراك، وتحسب الأرباح الخاص بك بعد 7 أيام، يعني في اليوم 8 عندما يتسجل شخص من رابط الأفلييت الخاص بك لن تحصل على أرباح إلى غاية اليوم 8، لأن الموقع يقدم 7 أيام يستطيع إعادة الأموال للشخص الذي اشترك في الفي بي آن. هنا للاشتراك إخواني فقط بطريقة بسيطة، تضغط على بيكوم أون أفلييت وتقوم بالتسجيل بطريقة عادية كما تسجل في أي موقع. وضع اليوزر نيم والباسورد والإيميل، تفعيل الإيميل، وبعد ساعة أو ساعتين يرسل لك رابط الأفلييت وتبدأ بالترويج الخاص به. هنا دقيقة فقط، هذه هي صفحة التسجيل إخواني. فقط شاهد إخواني اليوزر نيم، الاسم الأول، الاسم الثاني، الريفيرال أي دي إن وجد، أو أنا لن أترك لك روابط الأفلييت الخاص بي لأنني لم أتسجل، وإن تسجلت إخواني ستجدون روابط الأفلييت الخاصة بي. وهنا أيضا كما تشاهدون الكاونتري، الويب سايت، ضع أي ويب سايت إخواني لأنه يتطلب الويب سايت، لأن الأساس النشر روابط الأفلييت هو الويب سايت يعني الموقع. هنا كومباني نيم أي اسم ستريت الخاص بك، كل شيء بطريقة سهلة. هنا اختيارية وبيرال تستطيع إضافة صفحة التويتر، الفيسبوك، كل شيء إخواني. وللملاحظة عندما تجد نجمة هنا يجب عليك إجابة على هذا السؤال مثل النمبر فون، وهنا كيف تخطط للترويج. أنصحك بالضغط مثلا بالتوجه إلى جوجل تراديكسيو وإضافة مثلا أريد أن أروج لهذا المنتج عن طريق قناة اليوتيوب أو عن طريق فيسبوك أو صفحة تويتر أو انستغرام. قم بضع كل شيء هنا، ثم بايبال الخاص بك هنا، تعلم على هذه العلامة وتضغط على سين أب، ومباشرة تقوم بتسجيل في الموقع ويعطي لك الرابط. تضغط هنا على الكوميشن لمشاهدة، شاهد إخواني إيرون 100% زائد 35، نحن إخواني لن نحسب 100%، 35 كعمولة لرابط الأفلييت الخاص بك مثلا في شهر أو في عام أو اشتراك لا أعلم بريميوم، يوجد الاشتراك بريميوم كما شاهدناه منذ قليل. فهذا الموقع في المراتب الأولى إخواني، شاهد إخواني تستطيع سحب الأموال الخاص بك بالبايبال أو دايركت ديبوزيت، تتواصل معهم، يرسل لك في حسابك بايونير أو حساب البنكي، كل شيء متوفر في هذا الموقع. ويقول لك بدون نو مينيمو باي أوت بالانس، يعني إخواني تستطيع سحب أي مبلغ تريده، سواء $5 تستطيع سحبها. هنا الموقع الأول. الموقع الثاني إخواني وهو مثلا موقع نورد في بي آن، لنشاهد موقع نورد في بي آن. أقوم بالخروج هنا نمشي نورد في بي آن، هذا هو الموقع كما تشاهدون، موقع مشهور لا داعي لشرحه إخواني. تضغط هنا يعطي لك بعض البونيس، تستطيع استغلال هذا البونيس والترويج فقط في الفيسبوك والربح إخواني فقط للاشتغال في هذا الموقع. نتوجه إلى الأسفل، كن شريكا، شاهد إخواني نضغط على كن شريك. هنا إخواني فقط تقوم بملء البيانات الخاص بك وتتحصل على الأرباح إخواني، شاهد كم عدد شركاء، تجد الكثير الكثير، يقدم لك نسبة 40% خاصة للشريك إخواني، يعني إخواني على كل اشتراك مدى الحياة إخواني إلى غاية إلغاء الاشتراك. هنا إخواني تستطيع التسجيل بطريقة بسيطة، هنا كومنت، تستطيع وضع الكلمات أنا أروج لمنتجكم عن طريق قناة يوتيوب أو صفحة فيسبوك أو أي شيء. هنا وتضغط أنا لست روبوت، ثم تسجيل وأنت تحصلت على رابط الـ VPN. هنا تضغط على الأسعار،
لتشاهد كم ستأخذ. هنا إخواني لديك 40%، شاهد إخواني هنا الاشتراك لثلاث سنوات 3.49 للشهر، يعني إخواني ثلاث سنوات 125 تدفع كل ثلاث سنوات، يعني إخواني 40% في 125 شاهد كم ستحصل. هنا تستطيع الترويج إخواني في هذا الوقت لموقع نورد في بي ان، لأنه يقدم باقة بونس إخواني، يعني بونس خصم لمدة 30 يوم، عفوا ضمان الاسترداد. هذه المزايا ظهرت منذ يومين أو ثلاثة، لا كانت هنا ب430 كما تشاهدون هنا .20، وهنا الباقة سنتان 4.99، يعني كانت ب286 أصبحت ب119. شاهد إخواني الباقة كل سنة كانت ب143 أصبحت ب83، يعني إخواني تستطيع استغلال هذه الانخفاضات في الأسعار. أيضا هنا 11.95، هذا بالنسبة إلى نورد في بي ان. نتوجه إلى الموقع الثالث سترونج في بي ان. هنا إخواني سترونج في بي ان، شاهد إخواني تضغط فقط على الموقع الرسمي الخاص بسترونج في بي ان هنا، هنا عند الضغط على سترونج في بي ان شاهد البلان إخواني لكي تعرف كم ستأخذ. هنا 69 دولار في 12 شهر، وهنا الشهر ب10 دولار. نحن ما يهمنا إخواني دائما نتوجه إلى أفيليات، هنا نضغط على الأفيليات وننتظر قليلا فقط ضعف الأنترنت إخواني، أعتذر. وكما تشاهدون أنا أقوم بتسجيل ببرنامج فيلمورا، أقوم بتجربته، أرجو أن يكون الصوت جيد. هنا إخواني شاهد 200% كوميشن، هنا سنشاهد كيف كم سنأخذ من الأرباح. هنا تستطيع قراءة سين أب لتشيل في الأفيليت، تضغط هنا إخواني يقدم لك 200 كوميشن فور إيفري سيل. هذا الموقع إخواني لا يقدم لك روابط الأفيليت تعمل مدى الحياة، فقط عند البيع، عند بيع أو الاشتراك برابط الأفيليت الخاص بك تأخذ نسبة فقط، وهذه النسبة كبيرة على ما أعتقد. شاهد 200% على كل مبيعة عن كل عملية بيع إخواني، يعني عندما تبيع أو يقوم الاشتراك بشخص تأخذ أموال أكثر من المبلغ الذي يقوم بالاشتراك به، وبعد ذلك هم الزبون الذي أتيت أنت به يقومون بأخذ الأموال الخاص به. هنا إخواني أيضا بعض المعلومات، payment method minimum 100 دولار، كما تشاهدون 100 دولار كحد أدنى للسحب. what is affiliate link، هنا نبحث يدفع per month، الموقع يدفع لي باي بال، موقع سترونج هنا كما تشاهدون باي بال. يبقى موقع الرابع موقع بير في بي ان، تضغط فقط هنا، هنا كما تشاهدون هذا بير في بي ان خاص بموقع نيم شيب، تضغط هنا، هنا ستستفيد من بيع الاستضافة والدومين والفي بي ان، فقط الضغط على الافيليت تروج لمنتجات نيم شيب، وهي مشهورة بالدومين والاستضافة. شاهد هنا تستطيع تروج للهوستينج ووردبريس اي شيء هنا اخواني، بعد ذلك تضغط على ابولاي ناو وتقوم بتسجيل، بعد الموافقة على قبولك كتابع لهم إخواني تستطيع الترويج للمنتجات الخاصة بهم مثل الدومين والهوستين وأيضا الفي بي ان. هنا هذه المواقع
قمت بشرحها إخواني لكم، كيف سنروج لها؟ للترويج إخواني توجد طريقتين، أول طريقة شرحته من قبل وسأريك مدى فعاليتها، فقط شغل نصف ساعة وتنسى هذه المواقع، وبعد فترة زمنية أدخل إليهم وشاهد إن شاء الله ستحقق كثير من الاشتراكات. هنا إخواني أول شيء عن طريق تحويل ملف وورد إلى PDF ووضع الملف في موقع سلايدر شير، شرحتها من قبل. هنا نحتاج إلى البحث في جوجل عن مقالات احترافية لمراجعة VPN. مثلا هنا شاهد إخواني، أنا فقط سأريكم المنهجية التي ستتبعونها. تقوم بكتاب The Best VPN Program وتقوم بكتابة كل VPN مثلا، وبحث عن مقالة خاصة به جيدة. هنا VPN رقم 1, 2, 3, 4, 5، وبالتالي تضع روابط الأفيليات مثلا هنا لينك هير مثلا، وتقوم بالضغط على نقطتين وتضع الرابط الخاص بك هنا وأيضا هنا. بعد مراجعة للVPN إخواني مراجعة كبيرة ومفهومة إخواني، فقط تقوم بالتوجه إلى جوجل. هنا إخواني نتوجه إلى جوجل وتقوم مثلا، سنبحث على VPN. أول VPN هو مثلا إكسبرس VPN، هذا VPN كوبي، أقوم بكتابة هذه الكلمة إخواني ريفيو، مباشرة ستظهر لك. تقوم بالضغط على أول مقالة وتشاهد إخواني هذه المقالة لهذا الشخص عن هذه VPN. تقوم مباشرة شاهد يضع كل شيء، هذا الجدول أنت تستطيع وضعه كنقاط. أيضا هنا شاهد كل هذه المقالة لكي تتصدر نتائج البحث من هنا كما تشاهدون. وهنا شاهد إخواني نورد VPN وأمور، يضع روابط الأفيليات الخاصة به هنا. مثلا عند الضغط على VPN أين سنجد؟ هنا ستجد روابط الأفيليات الخاص به كما تشاهدون. هنا عند الضغط هنا View VPN، تضغط هنا مباشرة رابط الأفيليات الخاص بهذا الشخص. هنا لماذا أصحاب المدونات إخواني يربحون الكثير من الأفيليات؟ لأنهم يحترمون السيو. نحن لن ننافسهم إخواني في تصدر نتائج البحث. هنا سنستغل موقع سلايدر شير ونقوم بكتابة مقالة مثلا إخواني لأشرح لك بالتفصيل. مثلا هذه هي المقالة الخاصة بالVPN، مثلا سأقوم بنسخ، ولنفرض أن هذه هي المقالة كوبي. ماذا سأفعل؟ أتوجه إلى إنشاء نوت باد، أقوم بوضعها هنا لكي أنزع الروابط إخواني، وأقوم بشاهد كل شيء جيد، أضغط على سيليكسيوني تو. أنت بعد تعديلها إخواني ستتعب فقط في التعديل. أتوجه مثلا إلى الوورد، ملف الوورد، وأقوم بوضع مثلا هذه المقالة هنا كولي. أنتظر قليلا فقط إخواني. شاهد أخي هنا وضعت المقالة كما تشاهدون، EP VPN كما تشاهدون. هذه المقالة هي فقط للشرح إخواني لكي يفهم الجميع. تستطيع تعديلها وتنسيقها كما تريد إخواني في الوورد. الكثير يعلم كيفية العمل ببرنامج وورد. فقط بعد التعديل أيضا تذهب إلى إكسبرس VPN وتقوم بالتعديل عليها، تأخذ مقالة جيدة وتقوم بوضعها هنا. بعدما تأخذ كل المقالات إخواني ماذا ستفعل؟ تأتي إلى هنا مثلا، أضغط على حفظ on registry وأقوم بالخروج. هنا هذه هي الخاصة بالVPN الذي قمت بحفظها. أتوجه إلى هذا الموقع الذي سأترك لكم الروابط إخواني، select word file to PDF، أضغط على select word، أقوم بتحويل الملف PDF إلى ملف، عفوا ملف وورد إلى ملف VPN. أضغط على convert كما تشاهدون هنا، وأضغط select file،
أختار هذا الملف وأضغط على أوفرير. شاهد إخواني upload your for computer. عفوا كما تشاهدون إخواني زر التحويل من هنا convert وتنتظر قليلا إلى أن يتم التحويل. كما تم تحويل الملف أضغط على download فقط للتجربة إخواني أن تقوم بتنسيق الملف. شاهد تم تحميل الملف بطريقة بسيطة جدا. أضغط على أفيشي أقوم بالضغط هنا أوفرير أفاك كروم لأريكم الملف الذي قمت بعمله الآن. لماذا هذا الشيء إخواني؟ فقط لأتوجه إلى موقع أنت تقوم بتنسيق المقالة ووضع صور وأيضا تقوم بشرح موقع إكسبرس في بي أن. شاهد هنا عند الضغط هنا سأتحول مباشرة إلى رابط إكسبرس لأنني قمت بدمج رابط أفيليت في الملف الخاص بي. من هذه الطريقة إخواني نقوم بتعديل ملف بي دي أف جيد وتحويله بموقع كونفرت. أتوجه الآن إلى موقع سلايدر شير لأريكم بعض الإحصائيات في الشرح الذي شرحناه منذ يومين أو ثلاثة وسأترك لكم رابط شرح ذلك الفيديو. هنا إخواني لأريكم فقط أناليز عفوا سأريكم الماي أبلود. قمت بالتجربة معكم. شاهد إخواني كم تحصلت على تحميلة 36 فيو و 46 من كتابين فقط للتجريب. شاهد هذا الكتاب ليس أي شيء عن كورونا فيروس شرحته في الشرح الخاص بكيفية ترويج روابط الأفلييت. هنا شاهد إخواني فقط لكي تشاهدوا أنك إذا قمت بإنشاء صفحة خاصة بك في سلايدر شير وقمت بوضع كل شيء متقن ومثلا كتب أو كتب بي دي اف جيدة ستحصل إخواني على المراتب الأولى في سلايدر شير وبالتالي مشاهدة تصل إلى 2000 أو 3000 مشاهدة في اليوم. وبالتالي إخواني الشخص عندما يشاهد إخواني ترتيبه 20 أو 48 وأيضا زيارة 6 الفيزيت 166 مليون إخواني في الشهر ومعظم الزيارات من دول أمريكا وأمريكا الجنوبية كما تشاهدون معظم الزيارات يعني جيد. وأيضا موقع عالمي إخواني لأنه ما مشترك مع موقع لانديكن. أيضا إخواني هنا ستقوم بملء الصفحة الخاص بك. مثلا كيف سينقلون على الروابط الخاص بك؟ أنت عندما تقوم بكتابة مقالة وتقوم بوضع مثلا هنا إخواني تضع مثلا الاشتراك في موقع في في بي أن إكسبرس اضغط هنا تقوم بوضعها بلون أحمر وجيد يقوم بالضغط يتحول مباشرة إلى الموقع يتسجل وتحصل أنت على الأموال. هنا الفيديو الذي شرحت فيه كورونا فيروس قمت بإضافة رابط هنا هذا رابط أفلييت get this free video of how to prevent coronavirus. عند الضغط شاهد إخواني هذه هي صفحة الهبوط التي شرحتها منذ يومين أو ثلاثة فقط لأريكم أن هذا الموقع عبارة عن ترافيك جيد. نتوجه إلى الطريقة الثانية إخواني وهي طريقة عن طريق موقع ميديوم. هنا كما تشاهدون إخواني عن طريق ميديوم وتحويلها إلى عن طريق مقالات من جوجل مع تحويلها إلى موقع ميديوم مع تبديل روابط الإحالة خاص بنا. يعني نقوم بالتوجه إلى جوجل كما تشاهدون هذه تتكلم عن كثير من الفي بي آنات من بينهم إي بي في فانيش في بي آن وأيضا نجد نورد في بي آن تجد الكثير من في بي آن. أنت تقوم بوضع الفي بي آنات الخمسة التي نقوم بشرحها تأخذ الرابط تنسخ رابط التدوينة أو المقالة تتوجه إلى موقع ميديوم وتضغط على هذه الأيقونة. بالمناسبة لمن لديه أموال ويريد تصدر والحصول على زيارات كثيرة في ميديوم فموقع ميديوم إخواني مدفوع $5 في الشهر
يقوم بوضع المدونة أو الستوري الخاص بك في بداية موقع ميديوم يعني في الهوم. لمن لديه بعض الأموال يقوم بالضغط على اي بي جريد ويقوم بإنفاق $5 ويشتغل على التراند إخواني والأفيليات فيما بعضهم $5 وجرب حظك لكي تتصدر نتائج في ميديوم وقد تحصل على اشتراكات أو ترويج لمنتجات خاص بك. فقط نضغط على ستوري وأضغط على امبورتي ستوري وأضغط على الرابط هنا أقوم بنسخه أضغط على امبورتي هنا أضغط say your story أنتظر قليلا فقط. بعد الضغط على story شاهد إخواني هذا هو الشخص الذي شرح هنا المدونة أو المقالة شاهد لكي ترى فقط إخواني شرحتها أيضا في درس. أنت ماذا ستقوم مثلا؟ ستقوم بنزع هذه الصورة وتبديل روابط الأفيليات الخاص بهذا الشخص مثلا تقوم بوضع روابط الأفيليات الخاصة بك هنا أضغط على الرابط هنا عفوا مثلا هنا أقوم بوضع أين هو VPN أقوم بوضع رابط الأفيليات الخاص بي هنا إخواني بالتالي أحصل على نقرات أقوم بحذف أي شيء غير جيد إخواني لا أحتاجه مثلا أنا لا أحتاج هذا القسم هذا VPN أحتاجه Strong VPN لأني شرحته هنا لا أحتاج مثلا أي مثلا هذا VPN لا أحتاجه أقوم بحذف إلى غاية هنا وأيضا أقوم بحذف كل شيء لا أحتاجه هنا أيضا وبالتالي إخواني أقوم بوضع مقالة جيدة أقوم بالتعديل عليها إخواني أعدل كما أردت إخواني وأقوم بكتابة مثلا هنا Best VPN فقط عند الانتهاء تضغط على Publish بعد الضغط على Publish إخواني تتوجه إلى أيضا موقع هذا الموقع الذي شرحته من قبل عفوا موقع تحويل إخواني المقالة إلى ملف PDF هنا عند الانتهاء من تعديل المقالة الخاص بك في ميديوم تقوم بنسخ الرابط الخاص بك كما تشاهدون هنا وتتوجه إلى هذا الموقع الذي سأتركه لك تقوم بتحويله إلى PDF وأيضا ضعه في سلايدر شير يعني إخواني تحصل على زيارات من ميديوم وزيارات من سلايدر شير هذه طرق مجانية أيضا تستطيع ترويج إخواني في التويتر والفيسبوك مجموعات خاصة ببرامج حواسيب أو أي شيء تقوم بالترويج مثلا مثل موقع نورد في بي أن أن الموقع قام بتخفيض أو بونس يستغل الأمر وبالتالي تحصل على كثير من الاشتراكات وهنا تستفيد إخواني من بعض الأموال تصل إلى $100 أو أكثر وإن وضعت إخواني كملاحظة أخيرة في الأخير لأني أطلت الفيديو كثيرا هنا إخواني إن وضعت المقالة هنا أتركها عام عامين زر هذه المواقع ستجد الأرباح أيضا هنا الكثير من الزيارات ستأتيها وبالتالي أنت فقط نصف ساعة واترك الأمر للوقت ستأتيك زيارات وتأتيك أرباح هنا انتهينا إخواني أرجو أن تضعوا اللايك للفيديو وإن وضعتم ديسلايك لماذا إخواني لكي نفهم أين الخطأ ونقوم بتبادل المعارف وأيضا التعليق إخواني الغير محترمة لا داعي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.